مشاهدينا أهلا بكم معنا إلى آخر الأسبوع. عبر ساعتين من الآن نفتح الملفات التالية. الروس يجسون نبض تركيا عبر خرق مجالها الجوي مرتين في أقل من أسبوع، فما هو مستقبل العلاقات الروسية التركية في ظل سياسة أردوغان الفهلوية؟ القوات الروسية ترعى هجوما بريا على ريفي حماة وإدلب، والثوار يتصدون بقوة، فهل الهزيمة الروسية باتت أسهل مما تبدو؟ كيف وصل بعض المشاهير العرب إلى لوائح المخابرات السورية؟ وهل تستطيع أجهزة النظام ملاحقتهم؟ مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني وخمسة جنرالات إيرانيين آخرين، كيف وأين قتلوا؟ اليوم الريموت كنترول. وفي عمان أورين تمثل سوريا في مهرجان الإعلام العربي وتناقش واقع الأعلام في زمن الحرب. أهلا بكم. قلب العدوان العسكري الروسي جميع المعادلات، ليس فقط بالنسبة للقضية السورية بل أيضا للدول المجاورة، فقد أعادت هذه التطورات الحسابات بين روسيا وتركيا اللتين تعرفان حجم الخلافات بينهما وتقدران ضرورة معالجة هذه الخلافات عبر سياسة التهميش والتجاهل أو محاولة البحث عن توافق بدون أن تؤثر على تطور علاقتهما الاقتصادية والتجارية. وليس ثمة شك في أن هذه العقلانية في النظر إلى الخلافات والبراغماتية البالغة في معالجتها خدمت البلدين إلى حد كبير حتى الآن، ولكن إلى أي متى يمكن أن تستمر العلاقة بهذا الشكل بعد أن خرقت المقاتلات الروسية المجال الجوي التركي مرتين؟ ليرد الرئيس التركي اليوم بقوله إن هناك مصالح تجارية هامة لروسيا مع بلاده يجدر بها ألا تخسرها بسبب تدخلها العسكري على الأرض السورية. إذن طبيعة العلاقات التركية الروسية مشاهدينا، طالما غلب عليها صراع التباعد والتقارب في المصالح المشتركة بين الدولتين الأقوى تأثيرا على مر التاريخ، ومن هنا نستعرض أبرز المحطات التاريخية في مسار هذه العلاقة بحسب التسلسل الزمني. في البداية ما بين 1568 و1917 خاضت الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية قرابة 17 حربا. في عام 1952 انضمت تركيا رسميا إلى معسكر الغربي من خلال عضويتها في الناتو، وذلك لتأمين الحماية من مطامع الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 اعترفت تركيا ذاك الوقت بروسيا الاتحادية بكونها وارثة لحقوق الاتحاد السوفيتي. وبين عامي 1992 و2004 عقدت بين روسيا وتركيا ما يزيد عن 60 معاهدة تخص التعاون في المجالات المختلفة. منها في عام 2002 تحديدا وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري. أما في عام 2007 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار تركيا وشارك في مراسم افتتاح خط أنابيب الغاز السيل الأزرق. ومن ثم في عام 2010 تم توقيع 17 اتفاقية، منها اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة وبناء محطة كهروذرية في مجال الزراعة.
بالإضافة إلى إلغاء تأشيرات السفر بين البلدين، هذه كانت خطوة مهمة في عام 2010 وفي عام 2012. في هذا العام تحديدا فقد قام الرئيس الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف بزيارة تركيا، وأقام هناك أو قام بالتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية. العلاقات مشاهدينا بين تركيا وروسيا بدأت تتحسن ضمن استراتيجية مشتركة منذ عام 2004، حيث تطور البعد الاقتصادي بشكل ملحوظ، وتحديدا هنا نتحدث عن مجال الطاقة الذي بدوره كان عاملا مهما في التقارب السياسي بين البلدين. نأتي هنا على ذكر أبرز محطات التقارب الاقتصادي المهمة بين البلدين، إذ تعد روسيا أهم مورد للغاز الطبيعي بالنسبة لتركيا. أيضا بالإضافة إلى ذلك، 12% من الواردات النفطية تأتي من روسيا إلى تركيا، وتعد تركيا أيضا ثاني أكبر مستورد للمنتوجات الروسية إلى أسواقها المحلية. روسيا تعتبر أيضا الشريك الأول في بناء المحطات النووية التركية. بالإضافة إلى ذلك، حوالي 6 ملايين سائح روسي يقصدون تركيا سنويا. أما أبرز القضايا التي تختلف بشأنها المواقف الروسية التركية هي قضايا إقليمية مشاهدينا، أهمها وأبرزها كانت الثورة السورية. بالإضافة إلى ذلك، الأزمة الأوكرانية، علاوة على الثورة المصرية والانقلاب العسكري. بالإضافة إلى الصراع مع أرمينيا، تضاف إليها أيضا الأزمة القبرصية وأزمة جمهورية كوسوفو، وأخيرا وليس آخرا أزمة جورجيا، وأيضا بالإضافة إلى ذلك صراع أذربيجان. مدى علاقتنا مع روسيا معلوم، ولكن روسيا إن خسرت صداقة تركيا التي تتعاون معها في العديد من المواضيع فإنها ستخسر الكثير. هكذا علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من بروكسل على اختراقات المقاتلات الروسية المتكررة للأجواء التركية منذ بداية هذا الأسبوع. كان التدخل العسكري الروسي يوضع في حدود الساحة السورية، إلى أن بدأت تتكشف أهداف أبعد قد تطال تركيا، العضو بحلف الناتو نفسها ودورها في المنطقة. الخارجية التركية أعلنت أن مقاتلتين تركيتين اعترضتا مقاتلة روسية انتهكت أجواء البلاد فوق محافظة هاتاي يوم السبت وأجبرتها على التوجه إلى سوريا. من جهته، شكك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن تكون الحادثة عرضية، مؤكدا أن الحلف يأخذ المسألة على محمل الجد، بينما كانت وزارة الدفاع الروسية تذرعت بسوء الأحوال الجوية سببا في الخروقات، إضافة إلى دعوتها نظيرتها التركية للتنسيق تفاديا لوقوع ما أسمته أي سوء تفاهم في سوريا. وتصنف ردود أفعال تركيا وحلفائها حتى الآن تحت بند التصريحات التحذيرية وبيانات التنديد، بينما تختبر موسكو قدرة أنقرة ومن ورائها حلف الناتو على كبح عملياتها العسكرية في سوريا. ويعتبر مراقبون أن موسكو صعبت مساعي أنقرة لفرض مناطق حظر جوي شمال البلاد، مراهنة على عدم تدخل الناتو في الوقت الحالي واكتفاء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتصريحات ودراسة المقترحات التركية. ولا يمكن فصل التواجد العسكري الروسي على الحدود التركية الجنوبية مع سوريا عن تعزيز هذا الحضور في البحر الأسود شمالا، وذلك بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في أوكرانيا بداية العام الماضي وسط صمت أوروبي. وبالتالي تستحضر التطورات الأخيرة مقدمات لصراعات تاريخية دامية بين تركيا وروسيا بدافع مطامع الأخيرة في عبور مضيق البوسفور إلى المياه الدافئة. بالمقابل، يشكل التعاون الاقتصادي بين تركيا وروسيا جانباً لا يستهان به، وليس واضحاً أي الطرفين سيكون خاسراً في حال تصاعد التوتر بين البلدين، ويبقى أن تقرر أنقرة إن كانت ستضيف خطاً أحمراً جديداً لتخترقه الطائرات والأساطيل البحرية الروسية هذه المرة،
أو أن تختار العودة إلى حضن الغرب لذات الأسباب التي دفعتها لتكون عضواً هاماً في حلف الناتو إبان عهد ستالين وطموحاته التوسعية. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا. ينضم إلينا الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة صباح الدين الزعيم من اسطنبول. أيضا ينضم إلينا الأدميرال أرشاك بيرن، وهو أدميرال بحري متقاعد، ينضم إلينا أيضا من اسطنبول. مساء الخير ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيادة الأدميرال بيرن، نتحدث عن هنا التطورات العسكرية الأخيرة بما يخص هذا الخرق الروسي للأجواء التركية. تركيا عضو مهم في حلف الناتو، ماذا ستكون الخيارات لو تطورت الأمور أكثر من ذلك، خاصة في هذا التصعيد العسكري الذي تقوده روسيا تحديدا في سوريا؟ إن وضع تركيا من وجهة نظر تركيا، فإنني أنا كدبلوماسي وكاستراتيجي، فإن الأمور لم تتغير كثيرا. هذا ما جنيناه من أيام الحرب الباردة، فإنه هنالك كانت بعض الأمور بيننا وبين الاتحاد السوفيتي حول حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في اللاذقية كانوا موجودين في نهاية التسعينات من القرن الماضي. عندما انتهت الحرب الباردة وعندما زال الاتحاد السوفيتي، وبالتالي عندما ظهرت روسيا كوريث الاتحاد السوفيتي، فإن الأمور لم تتغير كثيرا. لماذا انتهت الحرب الباردة؟ لأن روسيا لم تكن كانت على قوة فاعلة من أجل أن تكون لاعبة كبيرة في المنطقة، ولكن الآن في 2012 عندما بدأت روسيا تحس بقوتها وكذلك بقوة الطاقة التي موجودة لديها، فإنها أرادت أن تعيد بناء الإمبراطورية الروسية، وبالتالي تريد أن تضع أقدامها في المياه الدافئة، فإن هذه طريقة من أجل أن تبقى في البحر المتوسط وأن يكون لها وجود ويتعزز. هذه الفكرة أدميرال بيرن مهمة جدا، وهذا يقودني إلى سؤال عن أن خطوة روسيا لم تكن عرضية، يعني الاختراق الجوي الروسي للمجال التركي لم يكن عرضي، أيضا هذا ما أكده الناتو، فهل هي موضوع استعراض عضلات لكي روسي لكي يقيس مدى ردة الفعل التركية إذا ما كانت هناك تطورات أكثر من ذلك؟ سوف أعيد عليك السؤال أدميرال بيرن، كنت قد سألتك إذ كان نعم سوف أعيده عليك. كنت قد سألتك إذ كانت هذه الخطوة التي قامت بها روسيا بخرق المجال الجوي التركي هي لاستعراض العضلات، لأنها بحسب ما قاله الناتو إنها لم تكن غير مقصودة بل كانت مقصودة. يعني روسيا هل تود أن تقيس ردة الفعل التركية على أي تطورات عسكرية تكون متقدمة أكثر من هذه الخطوة؟ هذه هي استراتيجية لكي تظهر عضلاتها من وقت إلى آخر، وهذا يحدث في الحروب، لكن تركيا هي عضو في الناتو ويجب علينا أن نتذكر ذلك، فإن أي اعتداء عليها وعندما يمكن اختراق مجالها الجوي
فإن الناتو سيقف بجانب تركيا، ولكنني لا أعرف ما هي النتائج التي يمكن، هل يمكن اعتبار ذلك كحادث عرضي أو أنها مقصودة، لكن ذلك يجب أن يتوقف الآن لأنه خطير جدا. إن تركيا تريد أن تعيد التوازن والسلم في المنطقة، ولا يمكنها قبول أشياء مثل هذه. إن المشكلة السورية قد أورثتنا الكثير من المهاجرين. لدينا الآن مليونين سوري أو أكثر من مليونين سوري يعيشون في تركيا، وهي مشكلة إنسانية بشعة جدا. والحقيقة فإن روسيا إذا كانت تريد أن تأخذ بعض الاهتمام أو ترعى بعض اهتماماتها في سوريا، فذلك لا يجب أن يتم من خلال عدوانها على المجال الجوي التركي، ولا يمكن أن يتم، لأن مثل هذه المشاكل يمكن أن تتطور. ابقى معي أدميرال بيرنز، فأنتقل إلى الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية والقانون. دكتور صالحة أهلا بك. دكتور، هذه السياسة التي كانت جذابة نوعا ما بين البلدين، مبنية على التوازن في المصالح والبعد الاقتصادي المهم جدا بين العلاقة بين البلدين، إلى أي مدى أصبحت الآن روسيا هذه المرة تغير في المعادلة؟ طبعا يعني انا اتفق معك انه في العقدين الاخيرين تحديدا في العشرين سنه الاخيره كان هناك شبه تفاهم تركي روسي على هدنه استراتيجيه ثنائيه، سواء كان في منطقه البحر الاسود او في منطقه البحر الابيض المتوسط او في حتى مناطق اسيا الوسطى والقوقاز. هذه الهدنه لها أكثر من سبب، ربما تغيير السياسات في الداخل الروسي وفي الداخل التركي، قراءة إقليمية ودولية جديدة على مستوى القيادات السياسية في البلدين، وحسابات الربح والخسارة التي كانت يتقدمها العلاقات التجارية التي أنت أشرت إليها قبل قليل. الرقم التجاري الأخير في العام المنصرم كان قد تجاوز 36 مليار دولار كما تعرفين، وهو يميل تجاريا لصالح روسيا تحديدا في موضوع الغاز. الآن كل هذه المسائل روسيا أخذتها بعين الاعتبار عندما أرادت التصعيد والتحرك الجديد بهذا الشكل في التعامل مع الملف السوري. في الساعات الأخيرة كما تابعنا أنا وأنت كان هناك مواقف سياسية في غاية الأهمية. رجب طيب أردوغان، أنت طرحتي على سؤال وأجاب هو قبل قليل عن هذا السؤال عندما قال أن روسيا بالحرف الواحد تحاول جر تركيا إلى ملف إلى الداخل السوري. هذا الكلام لداوودوغلو، سبقه أيضا موقف كما تتذكرين لرجب طيب أردوغان جديد في الساعات الأخيرة، يؤكد أن هناك إصرار روسي ليس فقط على محاولة جس النبض التركي أو عرض عضلات روسية حيال تركيا في التعامل مع الملف السوري، بل هناك رسائل قوية تستهدف، يعني رسائل ضغط. دكتور صالحة، هذه المرة رسائل ضغط روسية لكي تغير تركيا موقفها من الأزمة السورية؟ لا أظن إطلاقا. أنه طبعا هناك نوع من محاولة الضغط على القيادة التركية لتغير أو تراجع مواقفها وسياساتها، لكن هذه ليست مسألة بغاية مثل هذه البساطة، لأنه تركيا لها موقف منذ انطلاق الثورة في سوريا معروف، لها علاقات إقليمية ودولية في التعامل مع الملف السوري معروفة أيضا، إلا إذا كانت بعض العواصم الإقليمية والغربية دخلت في تفاهم مسبق مع روسيا، والآن يجدون في تركيا هي خط المعارضة الأساسي، لذلك يحاولون. ما أقصده تحديدا هنا المشكلة هي نريد أن نعرف هل هناك تفاهم أمريكي روسي سبق المشروع الروسي باتجاه التصعيد الأخير. واشنطن تقول لا، الناتو يقول أنه جاهز لحماية تركيا لتحريك المادة الخامسة في ميثاق الحلف، لكن على الأرض عمليا نريد أن نرى ترجمة
مباشرة للمواقف الغربية، للموقف الأمريكي تحديدا، لأنه واشنطن هي التي عرقلت أكثر من خطوة تركيا في التعامل مع الملف السوري. لو كانت واشنطن صادقة لكانت شجعت، أولا نقطة أساسية، تحريك دعم الثوار في سوريا، إعداد وتجهيز الجيش السوري الحر باستراتيجية جديدة أوسع مما يقال حول تدريب 2000 أو 3 عنصر أو أكثر قليل، وربما الأهم من ذلك قبول مشروع تركيا في التعامل مع ملف المنطقة الآمنة. نعم، هذه نقاط مهمة، موضوع تحريك الدعم الروسي السوري أو عفوا التركي للثوار، وموضوع المنطقة الآمنة. أود أن أنقلها إلى الأدميرال. أدميرال، السؤال لك الآن، عندما نتحدث عن أن حلفاء النظام لم يخذلوه، ولكن حلفاء الثورة السورية وحلفاء الجيش الحر خذلوهم، لماذا لم نرى تحرك عسكري تركي لدعم الثوار؟ لأن تركيا واضحة مواقفها منذ البداية من الثورة السورية. نحن لدينا خطوط وحدود طويلة مع سوريا، وإن كثيرا من الناس يحاولون الآن وإن الكثير من الناس السوريين يريدون أن يهربون من سوريا أيضا. And then there are about 5.5 million people just fleeing. وهنالك لدينا 5.5 مليون شخص هربوا من سوريا، وهذا يضع الكثير من الضغط على مواردنا في تركيا. About 2 million people are just living in Turkey now. لدينا مليونان يعيشون في تركيا كما قلت سابقا، والآخرون هربوا إلى وهاجروا إلى أوروبا. هنالك تراجيديا تحصل في المسألة السورية، وعندما يهربون إلى أوروبا فإن كثيرا من قواربهم يغرقون في الماء، وهؤلاء يموتون لأنهم يريدون البحث عن حياة أفضل ويهربون من النظام في سوريا. نعم، إذا سيادة الأدميرال، لماذا لم تتبنى تركيا أي استراتيجية عسكرية؟ لذلك تركيا فتحت حدودها ولكي يهرب الناس عبرها وتحميهم وتحميها في تركيا. إن وجهة نظرة روسيا مختلفة، إنها تريد أن تحافظ على قواعدها في سوريا ولا يوجد لديها أي قواعد أخرى في البحر المتوسط. إن تلك العلاقات هي مبنية على ما كان موجودا أيام الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي. إنها مسألة معقدة ومسألة خطيرة جدا، ليس فقط لتركيا ولكنها وليس كذلك للدول المحيطة بسوريا ولكل دول العالم، هي خطيرة. إلا أن هنالك دراما إنسانية تحدث في سوريا يجب أن نوقفها. إذن بحسب ما ذكرت أدميرال بأن العلاقة معقدة ولها بعد أيضا استراتيجي بالنسبة لتركيا، دكتور صالح، إذا ما أخذنا هذا في عين الاعتبار، هناك بعد آخر أيضا، يعني هناك تخوف من إذا كان هناك يعني بوادر أزمة بين تركيا وروسيا، هناك تخوف أن يتصاعد هذا التوتر إلى داخل الاتحاد الروسي، تحديدا عندما نتحدث عن العرقيات هناك والعرقيات التي تأخذ بعد تاريخي وهي متصلة بتركيا. يعني اولا دعيني اقول لك انه يعني تصلنا من الداخل الروسي انتقادات واخبار انها تعارض سياسه بوتين، ليس فقط في الموقف الذي اطلقه مؤخرا حيال ملف الازمه السوريه والتدخل العسكري المباشر، لكن هناك الان قلق روسي حقيقي في الداخل من انه مصالح روسيا التجاريه الاقتصاديه مع الغرب المهددة أصلاً بسبب الكثير من العوائق والعقبات. نعم. ستواجه ضربة
من العواصم الغربية جديدة. هل روسيا قادرة، روما قادرة على عرض العضلات عسكريا بشكل أو بآخر، لكن هل هي ستكون قادرة على مواجهة الضغط التجاري الاقتصادي الغربي إذا ما كان هناك تصعيد جديد؟ أنا لا أتحدث إطلاقا في الشأن العسكري، لكن هذا لا يمنع أن أقول لك أن هناك فعلا اختبار الآن تعيشه المنطقة، اختبار تفاهم روسي إيراني جديد يتجاوز الملف السوري. هذه النقطة برأيي التي علينا أن نتنبه لها وتحذر منها أنقرة باستمرار، تحديدا موقف حلف شمال الأطلسي ينبغي أن يتحرك على هذا الأساس. الموقف الأمريكي أيضا ينبغي أن يأخذ مسألة من هذا النوع بعين الاعتبار بطريقة جدية. أنا لا أرى أن الموقف الأمريكي حتى الآن موقف فعلا يعد لتحرك ميداني سواء كان سياسي اقتصادي أم عسكري على الأرض حيال ما تفعله روسيا. هذه النقطة التي تقودني بالدرجة الأساسية، هل هناك تفاهم أمريكي روسي بشكل أو بآخر أم لا؟ هذا ما نريد أن نعرفه بأسرع ما يكون في الموقف الغربي. تطورت الأمور، كيف سيكون انعكاس ذلك على داخل الاتحاد الروسي؟ النقطة التي ذكرتها قبل قليل دكتور صالحة باختصار لو سمحت. باختصار جدا أقول لك موسكو يعني تريد أن تقول أنه ما أنجزته في التعامل مع الملف الأوكراني بمقدورها أن تكرره هذه المرة في التعامل مع تركيا نفسها، وأن تحقق استراتيجية إبعاد تركيا، إخراج تركيا من الملف الأزمة السورية، وأن تبني معادلة جديدة في المنطقة على ضوء الملف السوري تشبه المعادلة التي نجحت إلى حد ما في بنائها في أوكرانيا. هذا ما تحاول تركيا الآن أن تشرحه للحلفاء والشركاء، لأنه حجم الخطورة في هذه المرة في المنطقة تختلف عن الخطورة التي شاهدناها وعشناها في الملف الأوكراني. شكرا لك على هذه المداخلة دكتور سمير صالحة، أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة صباح الدين الزعيم، حدثنا من اسطنبول. أشكرك على وجودك معنا في آخر الأسبوع. أيضا أشكر الأدميرال أشاك بيرن، أدميرال بحري متقاعد في الجيش التركي، حدثنا مباشرة من اسطنبول. شكرا لكما ضيوفي الكرام. مشاهدينا مستمرون معكم ونتابع في ثاني ملفاتنا. القوات الروسية ترعى هجوما بريا على ريفي حما وأدلب، الثوار يتصدون بقوة، فهل الهزيمة الروسية باتت أسهل مما يبدو؟